طب حضرتك في سؤال معلش. حضرتك احنا بالنسبه لدعاء السفر في احد الاخوه واحنا بنركب عربيه الورديه بيدعو دعاء السفر، وفي نهايه دعاء السفر لما يوصل ايبون تايبون لربنا عابدون بيضيف ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. في مشكله كده ولا لكن ان سالتني هل وردت عن رسول الله؟ لم ترد عن رسول الله في اثناء الرجوع. نعم. هي مقدمة في الأول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير تائبون أيبون عابدون، هي مقدمة في الأول. السلام عليكم.